صحة وهنا. على قلبك حبيبتي. يا ريت مهند يعيش هون بعد ما يتزوج، البيت كتير بشع من دونه. بحب نبهك بس انه في ناس كتير غايبة كمان. بس مهند صار له 10 أيام غايب. بعد ما يتزوج رح يضل غايب عنا. لهيك عم بقول يعيشوا معنا بس يتجوزوا. لا تحكي هيك قدام حدا، اذا حكيت قدامهم بيصدقوا فورا. بشرى روح قلبها تعيش هون. طيب المادموزيل ليش تركتنا لحالنا؟ جاي على بالها تقعد لحالها شوي. عم بصير شي بس ما في حدا عم بيعبرني ويحكي لي شو عم بيصير. حبيبي مو صاير شي، الكل هون مبسوط ومرتاح. هيك رأيك؟ ايه، لا تشغل بالك. بما انه ما في حدا بالبيت انا رح استغل الفرصة ونام بكير. واحد منكم يضل سهران مشان يستقبل عدنان بيك بس يجي. انا سهران. وانا مو نعسانة. وانا تعبانة كتير، رح اخذ الكاكاو ودغري على تختي. لا تنسي تجيبي الصينية من غرفة لميس خانم. تمام. الو نعم. مساء الخير، انا بشرى. تفضلي بشرى خانم. مهند بالبيت؟ ما عم يرد على تليفونه. لا يا خانم، مهند بيك لسه ما رجع على البيت. عن جد؟ بس يجي بقول له انك حكيتي. شكرا لك سلف. تكرم يا خانم، تصبحي على خير. عم تسأل على مهند بيك، مانو عم يرد على تليفونه. مهند هرب، مهند هرب، واخيرا هرب منا. يلا بلا ما يبردوا هدول طلعوا مول لفهم. شو هاي؟ بوسة موجك. ما بيصير هيك شيء. ليش بتعترضوا على كل شيء بكتبوه؟ لانك يا حبيبي ما عم تكتب غير الموجود بقاموسك انت. اولا في كلمه مشك. واختي بتكتب نهايه مسجاتها مشك. خلص مراد بلا غلاظه، يلا خلصنا ما عاد بلعب. ها ماشي، وانا ما رح العب. اها تسلم ايديكي سهيله، اتركيهم هنيك. انا رح اشرب كاسه الحليب، انتو تابعوا. شكرا لك. جميلة إيه؟ بعد شوي بتجي بتاخد الصينية. تمام سهيلة، ميرسي بوكو. من شوي بشرى خانم اتصلت لهون وسألت عن مهند بيك. ليش مهند رح يجي على البيت؟ أوخ وأخيرا. ما بعرف، الظاهر تليفونه مسكر ومشغول باله عليه. إذا خطبته ما عرفت وين، نحن بدنا نعرف وين غاطت. تصبحوا على خير. وإنتي من أهله؟ هاي